لجنة النقل والاتصالات النيابية هي محتارة بطبيعة الحال. وليش هاي الحيرة؟ الحيرة أنه يعني عندما نبدأ نريد أن نقيم العمل والأداء نجد أنفسنا بأن لا شيء هناك متحرك فعلا نحو الأفضل. نتكلم على النقل مثلا على سبيل المثال، في قانون الموازنة وفقا لمشروع القانون القادم من الحكومة أنه تحول المطارات على سبيل المثال إلى من سلطة الطيران المدني لما للدور السلبي بأداء المطارات التي أدته سلطة الطيران المدني. ليس هناك دور يذكر، يمكن أن نقال بالعكس. أنا يعني صراحة يعني أخجل عندما يأتي مسافر من خارج البلد إلى العراق ويجد الواجهة المهمة جدا هو مطارات مطار بغداد على سبيل المثال. يعني صعب جدا أنه أتخيل عندما يذهب إلى الحمامات ما هو الانطباع الذي يأتي به، عندما تتأخر الحقائب ما هو الانطباع الذي يأتي به. آلية وضع المطار بصورة عامة، وضع المطارات كلها بصراحة، مطارات متهرئة، وضع لا يقاس بأفقر الدول، وسلطة الطيران المدني وحتى تتحمل تتحمل المسؤولية على اعتبارها أنها هي المسؤولة عن المطارات. هذا الأمر دعانا بس شهد التغيير ومراقبة مع التغيير. ما التغيير جاء ب يعني خليني أعبر هذا التعبير وإن كان به شيء من القسوة، يعني من سيء إلى أسوأ، من سيء نعم إلى أسوأ. نعم نعم صراحة السلطة الآن يعني عملها يعني واقع المطارات صعب جدا بحيث نجد أنفسنا محرجين، وطبعا هذا الأمر ينسحب بالنتيجة فيما بعد على سمعة البلد. تمام. يعني بعد كذا هاي منظمات الإيكاو وغيرها راح تأخذ على عاتقها تقييم هذه المطارات، وبعدين بالنتيجة راح يصير الوضع غير الوضع.